بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، أود أن أرفع خالص التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، ولولي عهده الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، وللشعب الحبيب، وللمقيمين على أرض الكويت. تأتي مناسبة الأعياد الوطنية من كل عام لتذكرنا بدورنا سواء كان مسؤولين وكمواطنين في الدود عن وطننا العزيز وبذل كل الجهود لرفعة وتأمين استقراره ورخائه. ولا تمر مناسبة الأعياد الوطنية إلا ونتذكر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا في سبيل الكويت ومن أجل الكويت. هؤلاء يبقون دائما دررا نرفعها عاليا ونفخر عند كل ذكر استقلال وتحرير. وأسأل الله أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035. تفترش زهور النوير مساحات واسعة من أراضي دولة الكويت كل سنة في موسمي الشتاء والربيع، فهي تمنح شعوراً بالراحة وإحساساً بالجمال مع إشراقة أمل. أما البحر فما أمتعك حين تجلس على شاطئه وتلعب بحبات رمله وتسرح بفكرك ووطنك. نحن مسؤولون عن ديمومة بقائك ورخائك، فأنت الأم الحاضنة التي أعطتنا الكثير ولا زالت، واليوم لزام علينا أن نقابل ذلك بخطط إنمائية واستراتيجيات تسهم في تطورك ونقلك لبناء غد مستدام. رخاء اقتصادي، تنمية بشرية، تكنولوجيا رقمية، تشريعات مواكبة، وتنمية بيئية مستدامة. طريق شقه من سبقونا لنكون نحن اللاحقين بهم في الحياة، جسر يصل بنا لتوازن اجتماعي اقتصادي وبيئي متقدم. مغازل الخير، دوري في فلك واحد لأجل كويت جديدة. طبعا اليوم الأمنيات تختلف عن اللي أنت تبي توصل له. عودة الريادة ما عادت مثل السابق. تحديات اقتصادية ونمو الصناعات ومشاريع جديدة تقودنا للريادة والخلق. أنا أعتقد مجموعة كبيرة من التجار، خاصة اللي هم اليوم الشباب اللي كانوا تعلموا في الكويت في مرحلة سابقة وتعلموا برا وشافوا حول العالم شلون ممكن يكون للكويت دور مفصلي في تعديل البنية التحتية الاقتصادية في الكويت وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، تتكون في عدة معطيات. أول شيء نتكلم عن الناتج القومي الإجمالي، هذا من أهم المعطيات في دور الكويت في المرحلة المقبلة. الناتج القومي الإجمالي لازم احنا ناخذ مقارنات وتوصيات البنك الدولي نشوف وين جانب القصور. الاعتماد على النفط كدور اساسي توخره، شوف ايش كثر معطيات القطاع الخاص في جانب الاستثمار، في الاستثمار المتبادل، الاتفاقيات اللي سوتها الكويت مع دول العالم في السيفنج بالنسبه للضرائب في اتفاقيات دوليه موقعه مع الكويت استفاد منها القطاع الخاص بالسابق. شو ممكن تتفعل لعمل دخل قومي يوازي النفط؟ طبعا هذه أمنيات، ما راح نقعد من النوم فجأة نلاقي القطاع الخاص يوازي دخله من الدخل القومي دخل النفط، لا طبعا. اليوم تتكلم عن النفط ب95، بس هناك عدة عوامل ممكن الكويت تبرز من خلالها: زيادة حجم الاستثمارات وتسهيلها في الخارج،
إعطاء دور للقطاع الخاص فعلا في الخصخصة، خصخصة الحقيقية، خصخصة قطاعات خدمية. شفنا اليوم إحنا يعني الكهرباء خصصت بجانب واليوم ماشيين فيه اللي هي الإعدادات الذكية وغيرها، شفنا في بعض الجوانب إنه بدأوا يتكلمون عن خصخصة إنتاج المياه، هذه كلها مشاريع تنموية حقيقية. فإذا الكويت اليوم لها الرغبة إن تمشي في هذه الخطة وجاءت وفد قصيدة الدولية وتقارن نفسها في الدول المحيطة والمجاورة اللي طبيعتها الجغرافية، طبيعتها من ناحية السكان، من طبيعتها الجغرافية، مو بس الجغرافية، طبيعتها التنموية اللي ممكن من خلالها تطلع ببعض المشاريع السياحية، هذا الدور الحقيقي اللي الكويت المفروض تستند عليه في المرحلة المقبلة. بالسابق الكويت الساحة لها، في الثمانينات والسبعينات كانت الكويت بروحها كانت متميزة، ولا الآن الكويت متميزة، متميزة بشبابها، الكويت متميزة بشبابها. وأنا دائما أقول عندنا أفكار، لو تشوف القطاع الخاص الكويتي مبدع، شو مبدع؟ مبدع بالشباب، مع وجود العراقيل، مع وجود الصعوبات، مع وجود كل ما نسمعه في تويتر وفي السوشيال ميديا ما يحتاج أتكلم عنه، الصعوبات اللي موجودة اليوم في المقارنات، فتح الكويت، احنا يعني واحدة من القطاعات اللي نعمل فيها قطاع السياحة، ما أتكلم عنه، جزء كبير من الشركات الكويتية اليوم قطاع السياحة جانب معين يواجه الإفلاس. ليش؟ لأن البلد نوعا ما مغلق، مغلق الفيز، الزيارات، شو تحول أنت الدولة إلى سياحية؟ ترى مقومات هي في أي قطاع، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الفنادق، قطاع البنوك، كلها وفق مقومات. السياحة تستند على 4 محاور، دولة تكون فيها خدمات لوجستكس مثل المطار، الطيران، شركة جيدة، البنية التحتية، ها، وجود مشاريع سياحية. فأنت اليوم عندك مقومات، بس خلني أنطلق، عطني إن أنا أنطلق، افتح لي، خلي زورونا. اليوم أنت الكويت قائمة على شنو؟ قائمة على زيارات الدول المجاورة، لنقص على بعض يعني، ما راح ييك من برا وايد بيونك، لكن أنت المقوم الأساسي لنهضة الكويت سياحيا والدول المجاورة. سامع أنت عن مفهوم جديد يسمونه السياحة الإلكترونية؟ هذه اللي هي استضافة كل ما يختص بموقع الكويت الجغرافي بخلق ترافيك حق إعادة وضع الكويت على خريطة نقل المعلومات الدولية. وأنا أعتقد الكويت قطعت شوط من خلال وجود الإخوان في هيئة الاتصالات والمؤسسات الأخرى اللي لها علاقة في هذا الموضوع، إن اليوم فعلا يسهلون لهم الدولة الاتفاقيات وغيرها، والكويت ممكن تنهض تصير من أهم الدول المحورية في نقل المعلومات وغيرها. وهذه اليوم أنا متأكد يعني الإخوان في مجلس الوزراء مو غافلين عنها، لكن تحتاج جهد أكبر وإعطاء مساحة من الحريات للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض فيها. راح تعطي دخل في المستقبل ما يقل عن دخل النفط للعلم، هذا من أهم القطاعات. وشفنا اليوم الإخوان أيضا واعين في جهاز البنك المركزي، جزاه الله خير على رأسهم المحافظ الدكتور محمد الهاشل، بدأ من أول الدول في المنطقة في ترخيص البنوك الرقمية، وهذا ترى إنجاز عظيم، القطاع الخاص راح يكون له دور كبير فيه. فإحنا نبي الدولة تعطينا حق أكثر في عمل هذه النوعية من المشاريع اللي تعطي القطاع الخاص الدور الأكبر والتزام إلى الدولة، والدولة بالنهاية بتستفيد، تستفيد من خلال خلق برنامج ضرائب، من خلال عمل خطة لتعيين أبنائنا، من خلال إعطاء دور للشركات العالمية أنها تكون متواجدة. بس يبيلها جهد، يبيلها قرار، يبيلها قرارات جادة. وإحنا نتوقع أن اليوم الكويت عندها القدرة، موقعها الجغرافي أرجع أقول لك من أهم المواقع في العالم لنقل الديتا وغيره، أيضا للترانزيت، للتجارة البينية، ولا زال ترى في ناس يقول لك لا لا، يعني أنا أعتقد الكويت في مجال التجارة البينية في طريق الحرير لا زالت قائمة، بس يحتاج لها بحث ودراية، ولازم إشراك القطاع الخاص. شراكة القطاع الخاص لن تبدأ وتتحقق إلا بإنشاء لجنة وطنية اقتصادية تقعد مع التجار، تفهم منهم شنو المشاريع اللي في بالهم، كيف ممكن النهضة تكون، لأن هم أكيد عندهم طرق ومفاهيم مختلفة عن اللي ينظر لها المشرع والقائمين في جهاز الدولة التنفيذي. هذه اللجنة يجب أن تكون لجنة وطنية يشرك فيها من القطاع الخاص، يستعان فيها من الجهات المناطفية مثل الغرفة وغيرها، وأنا متأكد أنه راح يكون للكويت دور غير.
جودة تقديم الخدمات من خلال دليل إجراءات. الحوكمة مفهوم حديث وجديد في الأوساط الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كذلك، لها عدة مفاهيم عرفتها المنظمات والمؤسسات الدولية، وكلها اجتمعت في إنها هدفها تحقيق الجودة والتميز في الأداء للمؤسسة أو المنظمة. طبعاً المفهوم هذا لا ارتباط وثيق في رؤية الكويت 2035، لأنها تهدف للتميز وتحسين الأداء والتنمية المستدامة، ولتحقيق الحوكمة تحتاج إلى وجود أطر تشريعية ومؤسسية وأخلاقية، لذلك نجد لها ارتباط وثيق في رؤية الكويت 2035، فهي تعتبر من الأدوات الأساسية لتطبيق هذه الرؤية، لما لها من أهمية في تحقيق دور ريادي لدولة الكويت سواء على مستوى المنطقة أو الدولي في المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة. لذلك وجدنا كثير من الجهات الحكومية سواء كانت مستقلة أو تابعة للجهاز الحكومي بأكمله، وكذلك الجهات في القطاع الخاص، قد وضعت أدلة للحوكمة ووضعت كذلك خطة في تطبيقها، وجعلتها من ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية كقيمة أو كرؤية أو كأداة ومؤشر لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي لدولة الكويت. فهدف الحوكمة تسهيل الإجراءات وتطبيقها بمرونة، لذلك من أهم مقوماتها ومعاييرها هي المشاركة في إبداء الرأي للمتعاملين والعاملين في الجهاز الإداري للوصول إلى الرضا الجماعي وتحقيق الثقة في هذا الجهاز الحكومي أو الجهة الاقتصادية الخاصة، كما أنها تحتوي على تعزيز القيم الأخلاقية التي تعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع، وتعطي للمتعاملين مع الجهاز الحكومي الحق في الاطلاع والشفافية ومتابعة الأداء، مما يجعلها محل للثقة والرضا، وبالتالي يكون الإنجاز والتميز بجودة عالية. كما حرصت أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص على أن تجعل لديها برامج تدريبية تدرب الموظفين والقياديين فيها على الحوكمة وآليات تطبيقها والتحديات التي قد تواجههم وكيفية تجاوزها. ولله الحمد في دولة الكويت لدينا من الأمثلة الناجحة والمتميزة هيئة سوق المال، عندما طبقت هذه المعايير وفرضت على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة بأن يكون لديها دليل حوكمة، تحسن لدينا سوق الأسهم في دولة الكويت. التعليم والتدريب صنوان لا يفترقان، مهمان لتحقيق رأس مال بشري. من أهم ركائز خطة كويت جديدة رأس مال بشري إبداعي. في هذا الجانب الحكومة بدأت في مبادرة سميت المنظومة التعليمية المتكاملة. في هذا الجانب وصلت الحكومة إلى 71% من تحقيقه، المفروض نصل له إلى 2025. برأيي المتواضع لن نصل إلى إصلاح التعليم إلا بإنشاء الهيئة الوطنية لجودة التعليم والتدريب. نحن نحتاج إلى هيئة لا تكون تحت مظلة وزير التربية، هيئة تراقب المعلم، تراقب مستوى الطالب، ما يقدم من مناهج، المنشآت تعطينا تقارير سنوية نعرف إحنا وين واصلين حتى نبدأ بإصلاح التعليم شيئا فشيء. من جهة أخرى هناك كلية اسمها كلية التربية الأساسية، هذه الكلية منذ زمن طرحنا تحويلها إلى جامعة أمير الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. هذه الكلية تضم 28,000 طالب، تحويلها إلى الجامعة، نحن لا نريد جامعة فقط لتخريج المعلم، نريد جامعة تخرج كل ما تحتاج المنظومة التعليمية، كل التخصصات المطلوبة تخرجها هذه الكلية،
وبالتالي إن أنت أصلحت المعلم الذي سيعلم الأبناء فيما بعد، مدخلات مخرجات الكلية تعرفها تضبط جودتها، أعتقد سنتجه إلى إصلاح التعليم بشكل أفضل. أيضا نحن نحتاج إلى ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل بشكل أكبر. رأينا تحرك جيد من وزارة التعليم العالي باستحداث تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، لكن المطلوب من ديوان الخدمة المدنية المزيد من الدراسات، توجيه مؤسسات التعليم العالي عندنا لتخصصات نحتاجها. نحن نسير باتجاه إلى البطالة إن لم نحسن تغيير تخصصات أبنائنا إلى تخصصات نحتاجها. نحتاج إلى التخصصات المهارية، إلى تعديل والرجوع إلى مرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتخريج طلبة مهاريين حرفيين يحتاجهم سوق العمل ويحتاجهم القطاع الخاص حتى يتقبلهم بالمستقبل. دعم التنمية البشرية والمجتمعية ينقسم إلى قسمين. التنمية البشرية تحتاج إلى تأهيل كوادر وطنية بشكل صحيح، تحتاج إلى قياس احتياجات تدريبية. لكي نتجه إلى التنمية البشرية بشكل أكبر يجب أن ننفق على هذا الجانب. هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الموظف الجديد، نحتاج إلى برنامج تهيئة الموظفين الجدد، تهيئة القيادات الوسطى من رئيس قسم ومراقب ومدير يجب أن نهتم فيهم ونعد هؤلاء الشباب حتى حينما يصلون إلى مستوى أن يكون قيادي يكون مؤهل بالعشر سنوات أو 12 سنة اللي طافت بحيث يكون قيادي ناجح. نحتاج أيضا إلى الاهتمام بالقيادات بشكل أكبر، إلى تحسين اختيارهم وطريقة اختيارهم بطريقة شفافة تناسب التوجه الحكومي بالاتجاه إلى الحوكمة والشفافية. فنحن بحاجة إلى البرامج فعلا التنموية البشرية الحقيقية التي يجب أن لا تنظر لها الحكومة بأنها هدر للمال العام. هي ليست مصروفات فقط، هي استثمار ناجح في الأبناء للسنوات القادمة. أما التنمية المجتمعية فأجد أن الحكومة فعلا اتجهت الآن اتجاه جيد في إحياء دور جمعيات النفع العام، فوجدنا تعاون كبير مع مثلا جمعية المحامين، جمعية المهندسين، جمعية الاقتصاديين. هناك تعاون أصبح غير رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات. أيضا هناك تعاون جيد من الحكومة، نتمنى المزيد من هذا الجانب. لا يمكن أن تنجح الحكومة فقط في أن تقود التنمية لوحدها. أنا على يقين بأن الحكومة تدرك منذ الأزل هذا، ليس الآن، منذ القدم الكويت وحكومة الكويت آمنت بدور جمعيات النفع العام. من أهم التحديات التي تواجه خطة كويت جديدة الحاجة الملحة إلى تخصصات وكفاءات عالية الجودة وبشكل مختلف حتى نصل إلى هذا. لا شك العالم اليوم متغير، هناك تخصصات جديدة ابتكرت في الجامعات على مستوى العالم، يجب أن نتجه لهذا التوجه. هناك تخصصات لا تجد كويتي واحد فيها، وهي تخصصات فعلا نحتاجها عندنا سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. أتمنى أن يتجه ديوان الخدمة إلى استحداث هذه التخصصات وأن تركز الأمانة العامة للتخطيط بتوجيه التعليم العالي ماذا نريد من أبنائنا وصولا إلى 2035، حتى فعلا الموارد البشرية اللي عندنا تصب في الاتجاه الذي تحقق الأهداف. التحول الرقمي والأمن السيبراني وجه الرؤية الطموحة. التحول الرقمي هو اللي يرسم كل الخدمات وتقديمها بشكل صحيح. التحول الرقمي مو معناته أن أخذ الورق الموجود حاليا ورفعه بشكله إلى المواقع الإلكترونية. كل الخدمات عند تقديمها بشكل صحيح على الانترنت عن طريق استخدام أساسيات التحول الرقمي راح ترفع من اسم الكويت في الدول المتقدمة. وتوفير هذه الخدمات بالشكل الصحيح
ما يعتبر عن طريق سكان أو استخدام الطريقة الخاطئة في توفير القنوات الإلكترونية. فلنفرض مثلا الحكومة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية اختلفت تماما وتنسيقها مع إدخال طريقة التحول الرقمي. احنا نحتاج توفير هذه البيانات بشكل صحيح وطريقة استخدامها. فلنفرض في أحد الأساسيات في التحول الرقمي يسمى User Experience، طريقة تقديم الخدمة للمستخدم. لما المستخدم يدخل الموقع يشوف شنو الخدمات المطلوبة للاستخدام. فلنفرض يعني الخدمات الأساسية في موقع إحدى مواقع الوزارة، ترتيب الموقع، ترتيب تقديم الخدمات الإلكترونية على الموقع تعتبر من أهم الأساسيات في التحول الرقمي. أيضا الوزارة نفسها أو الهيئة نفسها طريقة استعدادها وتقديمها داخليا لتقديم الخدمات خارجيا لازم تتبع الطريقة الصحيحة في طريقة التحول الرقمي. التحول الرقمي طبعا هو دراسة، هو طريقة طويلة وأساسيات تعتمد عليها الجهات في توفير خدماتها الإلكترونية، وأيضا داخليا في تصحيح طريقة العمل داخليا داخل المؤسسة والجهة. أيضا يجرنا هذا إلى الأمن السبراني. عند توفير الخدمات بالشكل الصحيح في التحول الرقمي يجب علينا حماية هذه البيانات، حماية هذه الأدوات، والأمن السبراني من أهم الأدوات اللي يجب على الجهات تملكها واتباعها. فمثلا عشان نعطي ثقة للجهات اللي تستثمر في الكويت أو حابة تشارك في الكويت عن طريق توفير التحول الرقمي الصحيح، لازم نضمن حماية هذه البيانات، وحماية هذه البيانات يعتبر عن طريق تطبيق الأساسيات الصحيحة في الأمن السبراني. فمثلا توفير أسس صحيحة لحماية البيانات، الأسس الصحيحة لاتباع وتطبيقات الأمن السبراني، حماية بيانات الأشخاص، حماية البيانات الشخصية ما يسمى بالPII، حماية البيانات للشركات، طريقة تداول البيانات، تصنيف البيانات. فهذه كلها أساسيات يعتمد عليها التحول الرقمي. التحول الرقمي والأمن السبراني جزء لا يتجزأ، وأتمنى بأن تكون الكويت من مصاف الدول الأولى في الاهتمام بالتحول الرقمي والأمن السبراني، اللي راح يرفع كثير من اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية. تطبيق التحول الرقمي على مراحل راح يضمن توفير الخدمات بالشكل الصحيح على القنوات اللي توفرها الجهات الحكومية، سواء كانت القنوات الإلكترونية أو طبيعة عملها الإداري داخل الجهة أو الهيئة. العودة إلى الطبيعة من خلال بيئة معيشية صحية خضراء. من ركائز خطة 2035 هي ركيزة بيئة معيشية مستدامة. البيئة المعيشية المستدامة هي البيئة اللي تتوفر حق الإنسان، اللي هي تكون نظيفة، الموارد اللي فيها نظيفة بيئياً، وتساعد الإنسان على العيش فيها بطريقة صحية. وهذه البيئة اللي فيها العوامل التي تتيح للإنسان المكان اللي يعيش فيه بصحة وسلامة. الجدير بالذكر أن 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة هي من مجال البناء. وطبعاً مجال البناء ينقسم حق المراحل التنفيذية والمراحل التشغيلية. والمراحل التشغيلية هي فيها معظم الانبعاثات هذه الضارة بالبيئة، واللي تسبب بيئة معيشية غير مستدامة وغير صحية للإنسان نفسه. فالعوامل اللي تندرج تحت بيئة معيشية مستدامة هي عوامل متعلقة في الهواء، ومتعلقة أيضا في البيئة وفي المجتمع، وأيضا متعلقة في الاقتصاد. ومشاريع الدولة اللي متعلقة أيضا في هذه الركيزة يندرج تحتها إدارة المخلفات وتوفير مناطق سكنية صحية وسليمة، ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، وطبعا المشاريع اللي توفر طاقة نظيفة، ومشاريع معالجة الصرف الصحي. الركيزة الثانية اللي بتكلم عنها هي ركيزة بنية تحتية متطورة. البنية التحتية المتطورة يجب أن تلائم البيئة اللي تكون فيها، وهي تي خنقول قبل البيئة المعيشية المستدامة. لازم البنية التحتية تكون في جودة معينة عشان توفر للمواطنين البيئة المعيشية المستدامة والسكن عليها. المشاريع اللي ركزت عليها الدولة لهذه الركيزة هي المشاريع اللي متعلقة بالنقل البري والنقل البحري والنقل الجوي أيضا.
فمن أكبر المشاريع اللي ركزت عليها الدولة هو مشروع المطار الجديد اللي إن شاء الله راح يكون مبنى أخضر وراح يكون من أكبر المباني الخضراء في الشرق الأوسط والخليج العربي. نشوف أيضاً أن الحكومة في تطور دائم وتطور جميل، بما أنه قاعد يكون في تخصيص حق المباني الخضراء أو المباني الوزارية الجديدة أنها تكون تحت شهادات عالمية ومعايير عالمية للمباني الخضراء، وهذا الشيء يؤكد لنا الركيزتين البنية التحتية وبنية أو بيئة معيشية مستدامة ووفر للمجتمع بيئة نقدر نشتغل عليها كمواطنين. لنجاح هذه الركائز ممكن يكون في تعاون بين الجامعات المحلية والمراكز التعليمية بإنتاج جيل واعي في هذه الأشياء وهذه الممارسات، عشان ما نضطر أن يجيب خبرات خارج الكويت، والجيل هذا هو اللي راح يمسك إن شاء الله مشاريعنا المستقبلية، فيجب تأهيلهم تعليميا قبل ما أن إحنا نطور فيهم حق هذه المشاريع. بالإضافة وتماشيا مع الهدف 17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الحكومة والشركات الخاصة والشركات الصغرى. المشاريع هذه والمشاريع الصغيرة وخلونا نقول الميديوم كومبانيز تحتاج إلى دعم، مو شرط أن يكون دعم مادي ولكن دعم معنوي ودعم حكومي يشملها في الخطط المستقبلية للدولة ويساعدها للتنمية. الانتقال لتحقيق كويت مستدامة يسير وفق عملية زمنية مرسومة بجانب مقومات دولة الكويت الاجتماعية والطبيعية والمؤسسية والجغرافية، فلنكن على ثقة بأن هناك غد مشرق سينير بسواعد وعقول واتحاد أبنائه. بمناسبة الأعياد الوطنية وأعياد التحرير، طبعا أتوجه تهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض، متمنيا بإذن الله أن تتضافر جميع الجهود من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وجمعيات نفع عام وعموم الشعب إلى البدء فعلا بالتنمية الذي ننشدها، وأن نؤمن بأن هذه الخطة بإذن الله قابلة للتنفيذ، ونصل بإذن الله إلى عودة الكويت للريادة في الكويت. عالية عالية رايات الوطن، عالية عالية سوار السفن تسبق خطاو الزمان، تتحدى أبطار ومحن، تسبق خطاو الزمان، تتحدى أقدار ومحن. هذه هي الكويت، هذه هي الكويت، الكويت، الكويت.